والله ملينا من الثلج. هلا نحن بشهر آذار، 8 آذار، ولسه في ثلج. هي سمك الثلج يعني. هالشتوية كتير كانت قاسية. هي الشارع بعد ما يضمن الشارع والصيف. حاول ناخذ زوم. ملينا هي مثلا حفة الثلج هون مثلا. يمل ايه يلا اللي قاعد بالشام متهني. استاذ لوران اخذ اجازه ونازل سلخ شاورما ويلا نجي، ونحن هون بالثلج. هاي العاصفه صار لها من نهار ال ما بتخلص لبكره الظهر قالوا. هي سمك الثلج طبعا. انا ايدي جمدت وما خرج ابدا اكتب اسماء الشباب والصبايا بالمنتدى. هي كندا. بدها تجي الصيفية ولا لا؟ يلا نحط هلا المسويات ومن دون تعليق.